العباس هو الوحيد الذي لم يأذن له الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء أن يحارب. هنا بعض أرباب التاريخ والتحقيق العلماء عندهم تأمل، يعني يقولون إذا العباس سلام الله عليه كان الحسين قد أذن له، واقعة الطف ما كانت تحدث على هذه الصورة، يعني الحسين ربما ما كان يقتل أو كان يعني يتأخر قتله، هكذا كانت شجاعة أبي الفاضل. مهما كان يصر ويتوسل بالإمام ليأذن له في البراز ما أذن له. هاي نقطة مهمة جديرة بالذكر. أخيرا من كثرة ما كان يتوسل الإمام الحسين قال له إن كان لابد من ذلك أخي أبا الفاضل أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، روح جيب ماي، ما قال له روح قاتل. هنا أنا أرجو من المؤمنين والمؤمنات، من الذي يسمع ويشاهد، أن يتفكر شلون العباس إذا أذن له الحسين في البراز والمقاتلة إيش كان يسوي. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، عبست وجوه القوم خوف الموت، هذا وضع الحرب، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يختطف الرؤوس ويحطم، قسما بصارمه بسيفه قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، لولا القضاء، هذا قضاء الله، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يحكم والله يقضي ما يشاء ويحكم، مشية رب العالمين. أقبل ليطلب الماء، مع ذلك كل كتيبة كانت تصرخ وتخبر الكتائب الأخرى بأن العباس أقبل، إجا العباس، إجا العباس، اسمه كان يرعب. أقبل إلى الماء، جعل ينظر إلى الماء، إلى الأمواج الجارية كبطون الحيات، مد يده وغمس كفه في الماء، أحس ببرد الماء، بكى، قال هذا الماء يجري وقلوب تتفتت ظمأ في مخيم أبي عبد الله، هذا الماء يجري وبنيات الحسين تتلظى عطشا، هذا الماء يجري وطفل الحسين الرضيع يموت عطشا، ملأ القربة، طبعا دنا الماء من فمه ما شرب، هذه أمور الكل يعرف، قال حاشا، دنا الماء من فمه، لماذا؟ التاريخ يقول تذكر عطش الحسين، لا أنا ما أظن، لأن العباس لحظة واحدة ما نسي الحسين حتى يتذكر، غرف اغترف غرفه ودنا الماء من فمه وألقى نظرة إلى الأعداء، يعني شوفوا هذا الماء وصل إلى قريب من فمي، هذا الماء وهذا فمي وأنا عطشان، أتفت كبدي، قلبي يتفتت من العطش لكن ما أشرب، رماه، رمى الماء على الماء، لأن دخل بجواده في الشريعة، دنا الماء من فمه، أنا ما أقول تذكر عطش الحسين، لا، أراد أن ينظر الجمع حتى لا يتصور أحد من الأعداء العباس ما وصل إلى الماء، هذا وصلت وهذا في إيدي وقريب فمي لكن ما أشرب، يا نفس من بعد الحسين، هاي القيم،
هذا الإيمان، هاي الشجاعة. من أراد أن يعرف العباس فليعرفه من هذا الموقف: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنتي أو تكوني. هذا الحسين شارب المنون، يعني الموت، وتشربين، يخاطب نفسه: يا عباس اللي تشرب ماي، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خرج من المشرعة، قطعوا يمينه. أنا أقول أنت تسمع، جرح صغير ماذا يصنع بنا؟ كم يوم نعالجه ونسعفه ونضمده؟ اليد، اللحم، الأعصاب، العروق، العظم، اليد سقطت على الأرض. الله أكبر، الله أكبر، لا يبالي بها. ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذا دفاع عن ديني. قطعوا يساره، قال: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. يداه مقطوعتان، أخذ القربة بأسنانه، طبعا السيف سقط من يده، يناجي ربه: إلهي، إلهي، اليمنى راحت، اليسرى قطعت، إلهي خلي لي هاي قربة الماء. أطفال الحسين، أنا وعدتهم، أطفال الحسين ينتظرون، الأكباد التي تتلوع عطشا تتفطر من الظما بانتظار هذه القربة. متى يأس العباس من حياته؟ لما أصيبت القربة بسهام أو بسهم، أريق الماء على الأرض. هناك وقف متحيرا، لا يدين يقاتل ولا ماء عنده حتى يروح صوب الخيام. بينما هو يتفكر ماذا يصنع ونزيف الدم من كفيه ومن جسمه، أقبل إليه عدو وضربه بعمود من حديد على رأسه وفجر دماغه. هوى من على ظهر جواده إلى الأرض مناديا: أخي أدرك أخاك. يتمنى الحسين مرة أبو فاضل يقول له خويا. يوم من الأيام قال له: أبا الفضل، لما لم تخاطبني بلفظ الأخوة؟ أنا أحب هاي أسمعها منك. قال: سيدي مولاي، كيف أخاطبك بهذه اللفظة والحال أن أمي أم البنين كانت جارية لأمك الزهراء؟ الله، الله أكبر. لكن يدري بعد قد يحب أخوه، يدري هاي حسرة بقلبه، ما خلاها الحسرة تبقى. لما سقط على الأرض نادى: أخي. الحسرة طلعت من قلب الحسين. لذلك هنا قيل أنه خاطبه قال: خويا ما خليتها أنت تروح وتخلي الحسرة في قلبي، إيش صار لأول مرة في حياتك تقول لي خويا؟ قال: أخي أبا عبد الله، لما سقطت على الأرض رأيت أمك الزهراء عندي أخذت برأسي وقالت: ولدي عباس. لما سمعت من الزهراء الصديقة من أمك فاطمة تقول: ولدي، شفت الآن أقدر بعد، أذنت لنفسي أن أخاطبك أخي. يا حسين، يا حسين، شيال العلم بالمعركة طاح،
الحق وشيل بعجل يا خامس الأشباح أخويا، الحق عضيدك بالعجل لدوسه الخيل، جيب النعش وياك خلى نعشه يمشي مرمي ودم الراس فوقك تافه يصير رئيس اصحابك وشايل برقك راح، ايش حال قلب حسين من شافة يا شيعة شاف الفحى المطروح في جنب الشريعة مفضوخ راسه بالعماد ويدي قطيعي، احنا ضلوع ابو علي وصفق الرايح، كاني بالحسين خو وقع بيتي علي يا خويا الزعق وشمت بي يا ابو فاضل يا خويا، هاي شلون خويا شلون اشوف انك مطبق، ساعد الله قلب سكينة لما علمت بقتل أبي الفاضل. الله أكبر، كم كانت تحب هذا العم، كافل النساء، كافل زينب، كافل سكينة. صاحت يا ابو فاضل يا عمي شوف حالي، حالي غريبة بنت اخوك بغير والي، انت رقم الكفر ذبحة ورجالي، دقوم اليوم واخذ الزار منهم. أجابها لسان الحال، أجاب سكينة يقل لها يقل لها سكنة لا تعتبين، وانا يسرى مقطوعة واليمين، أول أزدى تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني.